الليدي مادونا تنهار بالبكاء في وداع والدتها، كشفت عن لحظاتها الأخيرة وما قالته مؤثر. كشفت الفنانة الاستعراضية اللبنانية الليدي مادونا عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها الراحلة فيوليت بشارة التي توفيت مساء يوم الأربعاء، معربة عن حزنها الكبير، لا سيما وأنها كانت تعتبرها صديقتها المقربة، وبدت بملامح شاحبة وهي تبكي في وداعها الأخير. وفي التفاصيل، قالت مادونا في حديث خاص لفوشيا إن والدتها اختارت أن تسلم روحها في حضن حفيدتها مود، مضيفة: أسندت رأسها على كتف ابنتي وأغمضت عينيها للأبد، أتمنى أن أموت نفس ميتتها الهنية. وأضافت: لا أخاف من الموت، فهو حق. والدتي عانت في الآونة الأخيرة من التهاب رئوي، ما أدى إلى تراجع حالتها الصحية بعد أيام من استخدامها الأكسجين. حاولنا بأقصى الطرق، يعني بجميع الطرق، أنه نحاول نشيل الالتهاب. ولفتت صاحبة أغنية الليلة حلوة إلى أنها برحيل والدتها خسرت صديقتها المقربة التي لطالما دعمتها خلال مسيرتها الفنية. وتطرقت الليدي مادونا في حديثها إلى أن معظم وقتها كانت تقضيه عند والدتها التي كانت طريحة الفراش، وأن ابتعادها عن الساحة الفنية كان بسبب ظروفها الصحية. أنا ما بقدر أتحمل أبداً. زعلان مني؟ أنا ما بخاطر بشي بحياتي، بخاطر مغامرات، يعني مغامرات. وأتمنت مادونا أن يمدها الله بالقوة كي تستطيع تخطي هذه الخسارة وتعود تدريجياً إلى حياتها الفنية، إذ اضطرت بسبب مرض والدتها لاعتذار عن إحياء الكثير من الحفلات وحضور مناسبات مهمة. وعن شائعات وفاتها التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، قالت مادونا: الله يسامح مطلقي تلك الشائعات. وأضافت: في الوقت نفسه علي شكرهم، لأنني بفضلهم استطعت معرفة مقدار محبتي عند الجمهور. تهافت الجميع للإطمئنان على صحتي. مش هيني، بشكر الله أنه الله يكتر لي المحبين والصادقين الوفيين يلي شفتهم اليوم كلهم. وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بخبر وفاة الفنانة الاستعراضية اللبنانية ليدي مادونا، وانتشر الخبر بشكل كبير. وفي التفاصيل، نفت الليدي مادونا الشائعات المتداولة عن وفاتها بناء والدتها بعد تعرضها لوعكة صحية ألمت بها، ما دفع عائلتها لنقلها إلى أحد المستشفيات في جوني. ونشرت الليدي مادونا صورة تجمعها بوالدتها الراحلة على حسابها الرسمي عبر إنستغرام، وأرفقتها بكلمة: ماما، أنا إنسانة متجلية بهالحياة، عايشة هيك بسلام، بسلام داخلي، بمحبة مع كل العالم. وحمامة سلام ووردة حمراء ذابلة تعبير عن حزنها العميق على فقدانها.